واليوم حديثنا عن السؤال المباشر اللي راح أوجهه لإلك، هل فعلا كان في خليقة قبل أو بشر قبل آدم، وما هي الأدلة والإثباتات على هذا الموضوع؟ تمام. الحقيقة الكتاب المقدس بيوضح أن خلق آدم كان خلق متميز على صورة الله وشبهه. نعم. ده ما بينطبقش على أي من الحيوانات أو الكائنات اللي موجودة قبل كده. والله بيوضح أن خلق آدم كان من تراب الأرض، والرب نفخ في أنفه نسمة حياة. فالخلق هو عمل معجزي، مش عمل نكتشفه في المعمل. الخلق ده حاجة فوق المعلومات اللي عندنا والقواعد اللي عندنا. فخلق آدم هو خلق متميز، وحواء من ضلع آدم، وعشان كده آدم بيقول هي أم كل حي. ما فيش أي أدلة في الحفريات تبين أنه كان في إنسان قبل آدم. كل اللي بيقولوا إيه في النظرية النشوء والارتقاء، بيقولوا أن في جد تخيلي أعظم. ما عندناش حفريات لهذا الجد التخيلي الأعظم، ما عندناش صور فوتوغرافية لهذا الجد التخيلي الأعظم. وبيقول لك الجد التخيلي الأعظم ده يعني ظهر على الأرض من 4 مليون سنة ل 6 مليون سنة. طبعا ما فيش أدلة على ده، دي كلها افتراضات. وبعدين بيقول لك إنه من الجد التخيلي الأعظم في فرع تفرع للقرود والنسانيس، وفرع تفرع للإنسان. وفرع الإنسان قالوا في حاجة اسمها النندراتال، وحاجة تانية اسمها هومو هابيلس وهومو إريكتس، وبعدين هومو سيبيانز اللي هو وصف الإنسان الحالي. حاليا في الدراسات اللي اتعملت على النندراتال قالوا إن ده إنسان كامل زي وزيك، وإن في الجينات بتاعتنا 3% من النندراتال. فعايز أقول إن دي كلها حاجات معمولة بافتراضات، إن مفيش خالق، وإن إحنا جينا من تفاعلات كيماوية، والتفاعلات الكيماوية دي عملت أول خلية، والخلية تطورت عشان تبقى إنسان. العلم بيقول إن ده مستحيل يا أسيس نزار، مستحيل. لأنه عشان تنتقل من حاجة أقل لحاجة أعلى لازم تحط معلومات جديدة على الجينات في الدي إن إيه، وبالتالي لا يمكن إن إحنا نكون بنتطور بهذا الشكل. الله خلقنا كجنسه كجنسه كجنسه، وداخل الجنس الواحد في اختلافات وفي تغيرات. فلو قلنا مثلا إن في 200 نوع من الكلاب، ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة اللي فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول إلى أنواع مختلفة من الكلاب عبر الزمن. فنرجع لخلق آدم. خلق آدم كان خلق متميز، ما هواش جاء من كائنات أقل منه وبعدين ربنا رقاه وخلاه آدم، لكن ده خلق متميز على صورة الله وشبهه. عشان كده لما سقطنا في آدم، لما آدم سقط في الخطية، كنا إحنا ممثلين كالجنس البشري جواه، وبالتالي الموت دخل إلى العالم. نعم. والموت ليه بعدين، الموت الروحي الانفصال عن الله، والموت الجسدي اللي بيحصل دلوقتي واللي حصل في حياة آدم بعد 930 سنة من حياته. فالحقيقة يا أستاذ نزار، خلق آدم المتميز مهم جدا لفهم الإيمان المسيحي، ودي أساسيات الإيمان، والشيطان بيضرب في أساسيات البناء ده عشان يهده كله. لكن طبعا كلمة الله أقوى وأوضح، والعلم التطبيقي أو العلم التشغيلي لا يتعارض بالمرة مع الكتاب المقدس. طبعا في أدلة كثير على هذا الكلام.